السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا أحبائنا الأكارم. تحية خاصة إليكم من فريق برنامج الألوان السبعة في مستهل هذا اللقاء الذي يمثل موسوعة معرفية نبسطها بين أيديكم عبر مواقع يوتيوب وفيسبوك وتويتر لتكون أرشيفا معرفيا نسعد من خلاله بإثراء المعرفة العامة والتطرق إلى المواضيع التي تهمكم. جولتنا لهذا اليوم ملأى كما هي جعبتنا في كل يوم. نبدأ رحلة مع حضراتكم بعد الفاصل، أهلا بكم معنا. مئة عام مرت على اندلاع أول حرب عالمية، ولا يزال العالم يتخبط في مزيد من الدماء. تفاصيل أكثر بعد قليل في الألوان السبعة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. كثيرة هي الشعارات التي تحارب الإدمان، التدخين، الكحول، المخدرات وغيرها من وسائل هدم المجتمعات، ولكن في تركيا باتت هذه الشعارات أطروحة عملية، ومديرية أمن إسطنبول أطلقت سلسلة من المشاريع للتواصل مع الآباء والأمهات وطلبة الجامعات والمؤسسات الأهلية لتعريفهم بمخاطر الإدمان ومسالكه، وأن الإدمان على المخدرات يبدأ من التدخين. زميلنا مالك حماد يبدأ معنا الرحلة وعالم محاربة الآفات الاجتماعية الهدامة. نظمت مديرية أمن إسطنبول بالتعاون مع مكتب إسطنبول للمخدرات ندوة بعنوان الإدمان على تعاطي المخدرات. الندوة التي أقيمت لأجل توعية الشعب إزاء الكحول والمشروبات الكحولية وإدمان المخدرات، أظهر خلالها الشرطة الموظفون في مكتب المخدرات تلك الأبعاد الخطيرة لتعاطي المخدرات. فقد تحدث موظفو الشرطة في مكتب المخدرات عن كيفية بدء الشباب لتعاطي المخدرات، مذكرين الشباب إلى أن لضغط الأقران وحب الاستطلاع والغبطة هو الطريق المختصر للإدمان. وأشير في الندوة إلى أن تعاطي المخدرات هو دعم للإرهاب، حيث تعد المخدرات المصدر المالي الأول للمجموعات الإرهابية. وأفاد رجال الأمن الذين قدموا معلومات للشباب والآباء والأمهات حول إدمان المخدرات أن الخطوة الأولى في هذا الطريق هو التدخين، إضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه أصدقاء السوء في هذا المجال أيضا. وقيل في الندوة إن نتيجة تعاطي المخدرات هي الموت غالبا، وتم التأكيد على أن الخطوة الأولى في هذا الطريق المؤدي إلى المخدرات هو التدخين، حيث لا يكون تعاطي المخدرات لشخص لا يدخن، وتم تقديم المعلومات للآباء والأمهات عما يجب أن يفعلوه لأجل إبعاد أولادهم من أيدي المخدرات. وشرح أن تعاطي المخدرات يلاحظ في غالب الأحيان عند الشباب في سن ما بين 24 و25 عاما، وأفيد بأنه يجب ألا تشجع العائلات أولادهم على تناول دواء لأي صداع خفيف. ونصح المنظمون العائلات بالتعرف على عائلات أصدقائهم، حيث قالوا عليكم الاتصال بأولادكم بشكل دائم وشاركوهم مشاكلهم وهمومهم وعبروا لهم عن حبكم لهم، فهذه هي الخطوة الأولى للقضاء على هذا البلاء. وبرعاية إحدى الشركات الكبرى في تركيا تم تنظيم مسابقة رياضة الجولف على مستوى الجمهورية التركية. شاركت فرق الجولف على مستوى الهواة والنخبة والمحترفين في هذه المسابقة التفاعلية، وشهدت تفاعلا ما بين المبدعين وما بين الهواة في هذه الرياضة التي تحتاج إلى تعزيز ودعاية وإعلام لتكون رياضة عامة وليس فقط مقتصرة على النخبة. رحلتنا مع عالم الجولف وعالم الرياضة في تقرير أصحابكم فيه. نادي إسطنبول للجولف يتوج بطلا في بطولة أفيا لمحترفي وهواة الجولف التي تعد من أبرز مسابقات الجولف بتركيا. اشترك في بطولة آفيا لمحترفي وهواة الجولف التي نظمت الأسبوع الماضي بمدينة أنطاليا التركية أكثر من 20 فريقا من كل أنحاء تركيا، حيث حصل نادي إسطنبول للجولف على المرتبة الأولى وفريق كورنيليا للجولف على المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب فريق ميلينيوم للجولف.
ضمن الفرق الخمسة المتنافسة على بطولة آفيا لمحترفي وهواة الجولف، أبرز لاعبي الجولف في تركيا مثل وزير الدولة السابق فكرة أونلو ورئيس اتحاد تركيا للجولف أحمد آغا أوغلو وكايا تشيلينجر أوغلو وإلكين دوروكان. اشترك في حفلة توزيع الجوائز مصطفى كوتش رئيس مجلس إدارة شركة كوتش والمدير التنفيذي لشركة آفيا وعضو مجلس الإدارة لرئاسة اتحاد تركيا للجولف أركان أيدمير، وقد أكد هذا الأخير على ضرورة دعم الرياضة التركية في مختلف فروعها. الآخر الكامن بداخلنا، عنوان لافت لمعرض دولي في عالم الفن. أكثر من 1000 فنان اجتمعوا سويا وقدموا أعمالهم الفنية الاحترافية في فضاء واحد في أرض المعارض تياب، فلسفة لمعرض تفاعلي لا سيما بين قطاعات الشباب الذين يعشقون الفن بكل أسمائه وصنوفه ومجالاته. وزميلنا رامي عبد العال كان موفد برنامج الألوان السبعة إلى هذا المعرض الذي يمثل صورة غير نمطية على مستوى الأعداد والتفاعل. انطلق في إسطنبول المعرض الدولي 24 للفنون أرتست في أرض المعارض والمؤتمرات تياب، والذي يحمل هذا العام عنوان الآخر الكامن في داخلنا، والذي يقام بالتزامن مع حلول الذكرى المئوية الأولى لانطلاق السينما التركية. ضم المعرض أعمال نحو 1000 فنان تشمل لوحات وتماثيل وأعمالا رقمية وصور فوتوغرافية، كما يفتح المعرض أبوابه لحوالي 150 فنانا شابا ومجموعات فنية متنوعة لإبراز مواهبهم وفنهم. فالمعرض كان فرصة حقيقية للمبدعين ولهواة الفن من مختلف الآفاق للالتقاء في هذا المعرض الإبداعي. يشارك للمرة الأولى في هذا المعرض الدولي جمهورية اليونان، وذلك في جناح يقام تحت رعاية بلدية سولونيك اليونانية. ويتيح هذا المهرجان الدولي كغيره من المهرجانات الأدبية والفنية التي تنظمها المؤسسات الثقافية والأدبية والفنية داخل تركيا الفرص لأكبر عدد من الفنانين لتعزيز التعاون والتواصل الفني والثقافي في مختلف مجالات اهتماماتهم الفنية المختلفة وتبادل الخبرات الفنية والثقافية. مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية التعبيرية تجمعت في بوتقة واحدة في هذا المعرض الإبداعي. لبرنامج الألوان السبع رامي عبد العال، إسطنبول. ربما قطعة الحديد الصدئة هذه تعتبر قديمة جدا، ولكن يمكن قراءة فلسفة تاريخ من خلالها. 100 عام مضت على الحرب العالمية الأولى، وهذه إحدى القطع العسكرية التي كانت تستخدم فيها، تلقى من الطائرات حتى يدوسها الجنود الغاصبون لأرض الأوطان التي تستباح. فلسفة خاصة في إعادة قراءة الحرب العالمية الأولى وتداعياتها، كيف بدأت ولماذا وكيف توافق أطرافها على خوضها مجتمعين أو فرادة، وكيف تأثر بها المشرق الإسلامي عموما. اسمحوا لنا أن نطرح هذه التساؤلات على ضيفنا الكريم الذي يشرفنا بالحضور هنا إلى استديوهات برنامج الألوان السبعة، أستاذنا الكريم نجم الدين أوزتشيليك، عضو الهيئة الإدارية لجمعية مركز الأبحاث المعرفية لحروب تشنق قلعة. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. سلامكم، شكرا جزيلا لكم، سعدنا بوجودكم معنا، والموضوع حساس بكل تجلياته، وأشكرك شكرا خاصا على هذه الأمور التي أحضرتها هنا لتذكرنا بهذا التاريخ بكل تداعياته. أحبائنا الأكارم، نعود إلى ضيفنا وإلى ما أحضره إلينا من استوديوهات برنامج الألوان السبعة بعد تقريرنا الافتتاحي. مضى قرن على الحرب العالمية الأولى التي لطخت فيها ماكينات الموت العالم بالدماء، فلقي ملايين الناس حتفهم فيها ويتم ملايين آخرين،
والنظام الجديد الذي أسس في نهاية الحرب نتج عنه بعد 20 عاما فقط حرب عالمية أخرى أكثر دموية. الشرارة الأولى التي أشعلت الحرب العالمية الأولى كانت اغتيال ولي العهد للإمبراطورية النمساوية المجرية فرديناند من قبل شخص صربي، وكانت الأمواج القوية التي تتعالى في البلقان خاصة والمنافسة الاقتصادية والسياسية بين الدول الأوروبية تشكل البنية التحتية للحرب. بريطانيا التي كانت تنزعج من أن تقوى ألمانيا سياسيا واقتصاديا، في حين كانت ألمانيا توفر التعاون والتسلح بسرعة فائقة حتى تستدرك تأخرها في الاستعمار كإيطاليا. وأما الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية فمسحتها هذه الحرب من الوجود، وكانت التيارات القومية المتصاعدة قد أرهقت هاتين الإمبراطوريتين. وكانت الحرب العالمية الأولى ستنتهي في عام 1917 في وقت قصير بسبب اشتراك قوة جديدة من خارج أوروبا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. وتم في نهاية هذه الحرب تأسيس دول جديدة مكان الإمبراطوريات المهدمة، فانهارت القيصرية الروسية وتم تأسيس روسيا السوفيتية مكانها، وأسست دول مختلفة تحت سيطرة ورعاية بريطانيا وفرنسا في الأراضي العثمانية، وأسست جامعة الأمم لأجل الحفاظ على السلام العالمي. أما الشروط التي وضعت في اتفاقية فرساي فقد أفسدت التوازن السياسي في أوروبا، وهذا الوضع نتج عنه اندلاع الحرب العالمية الثانية. ويشرفنا الأستاذ نجم الدين نوز تشيليك، عضو الهيئة الإدارية لجمعية مركز الأبحاث المعرفية لحروب تشانق قلعة. أهلا وسهلا بك. 100 عام مضت على هذه الحرب أستاذنا الكريم، كيف بدأت هذه الحرب؟ لماذا بدأت هذه الحرب؟ نعم، ربما أحد أهم الأسباب لهذه الحرب العالمية أن الدول المتطورة أو الدول المتقدمة كانت لديهم مصالح يريدون تحقيقها، وكان لديهم لتحقيق هذه الأهداف والمطامع ربما استعمار والاحتلال، وكانوا يريدون أن يسيطروا على المواد الخام في العالم، ولذلك أرادوا أن ينتشروا في العالم. ولذلك كما تعرفون فإن الإنجليز والفرنسيين وغيرهم كانوا يتنافسون على وجود سلاح جديد، ولكن الألمان سبقوهم وأنتجوا أسلحة متقدمة. هذه الدول الأوروبية كلها كانت بالنسبة لهم فرصة كبيرة جدا، كانت لعبة يلعبون مع بعضهم البعض بها ربما. كيف تحالفت الأطراف في هذه الحرب؟ وهذا سؤال مهم جدا أستاذنا الكريم. كيف التقى الطرف الأول والطرف الثاني على مصالحهم من أجل تحقيق هدف، برغم في يعني ما بينهم من اختلافات موجودة في الصراعات الداخلية وفي التوجهات السياسية، لكن الحرب جمعت طرفين كبيرين وانطلقت هذه الحرب ما بين فريقين، كيف تجمع هذا الفريق وهذا الفريق؟ كالتالي، ربما المهمة الأولى أو الأمر الأول هو طبعا المصالح المشتركة، كانت هي العامل الحاسم ربما، تحديدا مصالح الإنجليز والفرنسيين الذين كان لهم مستعمرات واسعة جدا كانوا يريدون أن ينتشروا عليها كما تعرفون. إضافة إلى ذلك روسيا كانت تريد أن تسيطر على كل البحر الأسود ابتداء من شناق قلعة حتى الأسفل حتى قناة السويس، كانت تريد أن تصل لتلك المناطق. ضمن سياسات التوسع هذه وسياسة الانتشار كانت تجمعهم، ولكن إضافة إلى ذلك أيضا مثلا الألمان أيضا كان لديهم سياسات توسعية أيضا ومصالح معينة يريدون تحقيقها، وبالتالي ربما وجدوا الفرصة، استثمروا واستعملوا أو استغلوا ربما الدولة العثمانية. تعرفون في بدايات الحرب كان هناك تردد من قبل العثمانيين، فهل سيكون من الجانب الإنجليزي والفرنسيين أم ربما ما الذي علينا أن نفكر في الأمر؟ ولكن كما تعرفون جيدا الدولة العثمانية كانت تحتاج لأموال كثيرة، الاقتصاد كان ضعيفا جدا، ولهذه الأسباب الاقتصادية كان هناك دخول لهذه الحرب، والألمان استثمروا هذه الحاجة الاقتصادية العثمانية الحقيقة واستغلوا ذلك لفتح عدة جبهات الحقيقة وعبر إعطاء قروض وديون وغيرها، وبالتالي بينما كانت الدول العثمانية على الحياد في ذلك الوقت، ولكن بعد في عام 1914 في 14 من أغسطس بعد مرور السفن عبر المضائق كانت فعليا قد دخلت هذه الحرب
فساندرز باشا في ذلك الوقت عام 1913 كان قد أتى إلى تركيا لدولة العثمانية كقبطان أو كقائد ألماني للتدريب، وبعض قادة الجيوش أو المساطيل هنا كانوا أيضا ألمان، وبالتالي كانوا قد تواجدوا على الأرض العثمانية. اسمح لي أستاذ نجم الدين باقتناص هذه الفرصة في هذه المعلومات والمعارف التي تتفضل بذكرها. علينا أن ندرك هنا واقع الجغرافيا، خطوط النفط، الخطوط التجارية، الخطوط البحرية، أهمية البحار والمواقع الاستراتيجية لها وأهمية السيطرة عليها كمنطلق أيضا من منطلقات هذه الحرب التي كانت دواعي أساسية فيها. تأثر المشرق الإسلامي عموما بهذه الحرب وتأثرت أوروبا بها. أستاذ نجم الدين، تركت أثر كبير جدا على المشرق الإسلامي وعلى أوروبا تحديدا، حدثني عن هذا الطرف وهذا الطرف، كيف تأثر بتداعيات الحرب العالمية الأولى؟ عندما ننظر نظرة واسعة الحقيقة سوف ننظر أولا للواقع الأوروبي، ونحن سوف ننظر من نافذة العثمانيين. العثمانيين حاربوا على ثلاث جبهات، أولا على أرض الأناضول كما تعرفون، ثم بعد ذلك أيضا على أرض الدولة العثمانية، اليمن والحجاز والسويس، إيران والعراق وغيرها من الدول. ثم هناك جبهة ثالثة وهي خارج الأراضي العثمانية تماما، ربما نقول أن في بعض القوات ذهب إلى مقدونيا ورومانيا وغيرها وحارب هناك بطريقة استعراضية إنجاز التعبير، وهذا أمر مهم جدا. طبعا العالم الإسلامي تأثر بهذه الحرب لأنه دخل في الموازنات هنا. الأراضي العثمانية أو الأراضي التي كانت تسيطر عليها الدولة العثمانية ومن ضمنها كل العالم العربي، سوف نرى أنها في بعض المناطق مثل اليمن، مثلا الإمام يحيى كان هناك منذ عام 1905 كان متواصلا مع الدولة العثمانية، ولكن إضافة إلى ذلك إلى جانب ذلك كانت الإنجليز أيضا يحاولون أن يثوروا العرب ضد الدولة العثمانية، وكان هناك بعض القوات التي حاربت الدولة العثمانية، هذا رأيناه للأسف الشديد. والدولة العثمانية ربما تشيد في اليمن تحديدا تركيزا على اليمن، وكان هناك الإنجليز مسيطرين على مناطق أخرى وتعاونوا مع بعض العرب، واضطر العرب العثمانيين أو العرب الأتراك في بعض المناطق أن يحاربوا بعضهم بعض. تعرفون أن الدولة العثمانية حاربت جيشها في كثير من الجبهات، قاتلت في مناطق ضد روسيا، حاربت في مقدونيا ضد الصرب مثلا، حاربت ضد فرنسا وأيضا مع البلغارين وغيرها ومع الألمان، هذا هو دول التحالف كما تعرفون، كانت أربع دول، دولة هنغاريا المجر، ألمانيا، بلغاريا التي لاحقا انضمت للحرب، وأيضا الدولة العثمانية. هناك أيضا أمر مثير للانتباه بإذنكم أقوله، في هذه حرب البلقان بلغاريا أو الهنغ كانت قد حاربت ضد الدولة العثمانية، وكانت حروب كبيرة جدا وكانت قد هزمت الحقيقة، نحن هزمناهم في تلك الحروب، فبعد ذلك نحارب جنبا إلى جنب. من الناحية الأخرى أيضا ربما أمور مهمة في الحرب العالمية الأولى مهم أن نقولها، كما ترون هذه الحروب الكبرى، الحروب الكبيرة جدا ولذلك سمت الحرب العالمية. ننظر إلى البلغار هم أرثوذكس، الهنغاري المجر يهود ولكن بروتستانت وكاثوليك، ننظر إلى الألمان مسيحيون ومسلمون مع بعضهم بعض، ومن ناحية أخرى اختلاف عقائدي فكري ثقافي صحيح، المسلم والمسلم يقاتل بعضه البعض، وبالتالي هناك تمازج واندماج من بينهم كلهم مع بعضهم البعض ضدنا، ونحن كمسلمين حاربنا بعضنا البعض على قناة السويس وغيرها من المحاور، هذا أمر حقيقة صعب جدا. نحن حاربنا على ثمان جبهات وبعض في نفس الوقت إذنكم ربما نعطي بعض الأرقام سنتحدث عنها، ولكن أهمية هذه الحرب أستاذ الكريم، مضت الحرب بإيجابياتها وسلبياتها، ونحن اليوم أمام قراءة واجبة لها، علينا أن نعيد قراءتها لنعرف كيف بدأت، من تحالف مع من وكيف، لماذا بدأت الحرب، وكيف كان واقع الدولة العثمانية بكل الجغرافيا التي كانت خاضعة لها، واقع العالم العربي في ظل هذه المعادلة التي تفضلت بذكر بعض أجزائها، فخر الدين باشا وغيرها من المعادلات الموجودة، البحر الأبيض المتوسط والصراع عليه، البحر الأسود والصراع عليه، البصرة والصراع عليه، المعادلة خطرة جدا، ولكن الوقت أمامي ضيق. أنت تفضلت أستاذ الكريم بإحضار مجموعة من الشواهد التاريخية من الحرب العالمية الأولى، حبذا لو تحدثنا عنها من هذه المقتنيات الخاصة بالجند بقضايا، تفضل أستاذنا. كل سرور وأشكركم على هذه الفرصة الحقيقة. ربما نبدأ في البداية، نريكم التالي، هناك ميدالية هنا ولها نوعان في الحرب العالمية الأولى، كان هناك نوعان من هذه الميداليات، واحدة تعطى للضباط واحدة تعطى للجنود، وفي كثير من الأحيان كانت هذه الحروب، ميدالية الحروب كانت كنا نسميها ميدالية تشانقلع، ولكنها ليست لها علاقة
قلعة هي كانت تعطف الضباط في والجنود في الحرب العالمية الأولى، أريد أن أريكم إياها. إضافة إلى ذلك مثلا أنور باشا ربما كان يعطي للمنتسبين للجيش في ذلك الوقت أو لنقول لزملائه أو للضباط في ذلك الوقت ومن يعرفون القراءة والكتابة من الجنود كان يعطيهم هذا الكتيب الذي فيه أدعية معينة وكان يحميه في يحمله في جيبه، ربما أريد أن أريه للسادة المشاهدين. إضافة إلى ذلك مثلا أيضا هناك شيء مهم جدا كبندقية كانوا يعتبرونها مهمة جدا في الدولة العثمانية، هذه الملعقة التي كانت يضعونها في كثير من الأمور، هذا ربما كان مهما جدا كالخرطوش لأنه عندما يفقدها كان لا يستطيع أن يأكل الطعام مثلا، هذه الملعقة الخشبية كانت مهمة جدا في ذلك الوقت. إضافة إلى ذلك في كثير من الفرق العسكرية التي كان فيها 52 فرقة ربما هذه كانت تضع فوق العلم، كانت تضع مثلا قرآن كريم أو مصحف وهذا مغلف أو غلاف أو وعاء للقرآن الكريم أريد أن أريكم إياه. إضافة إلى ذلك مثلا كان هناك أكثر من 100,000 من الفرنسيين الإنجليزيين وغيرهم من الروس كان هناك أسرى في يد الدولة العثمانية في تلك الملاجئ، هؤلاء الأسرى الذين كانوا أسرى لدى العثمانيين عملوا شيئا من هذا أريد أن أريكم إياه. أيضا في الجبهات المختلفة كان هناك مثلا بعض ما سقط من الألبسة وغيرها من ثم إضافة إلى ذلك أيضا هذا استخدم بكثرة في قلعة وكان يرمى من الطائرات. تعرفون في بعض الحروب كانت كل السلوح الأسلحة كانت تجرب وكل الأسلحة كانت تجهز ولكن لم يستطيعوا أن يجربوها إلا في خلال الحروب. تعرفون في قلعة كانت الحرب برية وبحرية وجوية وغيرها، وهذه أحد الأسلحة التي رميت من الطائرات على حتى تنغرس في أرجل الجنود خلال الحرب مثلا كأداة مستعملة، وهذه أيضا كانوا يضعون فيها الخرطوش أو الرصاصات أو ما شابه. وأيضا مرة أخيرة هذه الوعاء عمرها 100 عام ربما كانوا يستعملون فيها الماء ويحملون فيها الماء. ثم أضفت إلى ذلك أيضا كما ذكرت قبل قليل هذا الحذاء نوع من الحذاء العسكري الذي كان يربط ربطا في الحرب، ثم كان يضعون فيها المعالق الخشبية وغيرها. كل هذه ربما عمرها 99 أو 100 عام أو ما شابه ولها أهمية تاريخية معرفية نوعا ما، وردت لذلك أن أشارككم إياها مع السادة المشاهدين. وأشكركم دكتور نزار على هذه الفرصة التي أتحتها، لأن هذه الشوكة التي كان يستعملها الضباط ربما في الطعام في خلال الحرب، وأيضا أحيانا هذه المعالق أو الملاعق التي كان يستعملها الضباط. وبالتالي كان هناك أطعمة خاصة كانت تطبخ بحساء أو ما شبه في المعركة، ولذلك كانوا يستعملون هذه الملاعق. أشكرك جدا حقيقة على إحضار هذه الأمور وهذه الذكريات الحقيقية، حقيقة هي متحف حقيقي في هذا الاتجاه. أستاذ نجم الدين عندي سؤال، اليوم يرى كثير من المراقبين أن من لم يفهم الحرب العالمية الأولى لا يستطيع أن يفهم ما يجري اليوم، هل ترى أن هناك علاقة ما بين الحرب العالمية الأولى وما يجري اليوم في سوريا، في العراق، في فلسطين، في أركان، في جمهورية إفريقيا الوسطى، في غيرها من الصراعات المحتدمة على جغرافيا المشرق الإسلامي عموما؟ نعم بكل التأكيد، وأحد أهم أسباب تسميتها بحرب عالمية هو ذلك، والحقيقة هذا صحيح. ولكن أيضا أريد أن أضيف هنا أنه كما رأينا في نهاية الحرب العالمية الأولى 3 إمبراطوريات انتهت. الإمبراطورية الروسية كما تعرفون انتهت في عام 1917 مع الثورة البلشفية. الإمبراطورية العثمانية أيضا تدمرت تماما أو ربما ضعفت جدا وكانت جاهزة على الجهاز. بعد ذلك أيضا الإمبراطورية أيضا الهنغارية المجرية أيضا اندثرت، وفي نهاية هذا الحرب الآن كما نذكر أنه هناك حرب عالمية أثرت في تلك الفترة، وربما الإنجليز أكثر من استفادوا من هذه الحرب ربما. ثم بعد ذلك الإنجليز والفرنسيين هم الذين تسادوا الفترة اللاحقة واستعملوا بدل الاستعمار استعملوا مفردات أخرى ومصطلحات أخرى، لكنهم سيطروا على العالم، بدأوا بالاستثمار المناطق التي احتلوها واستعمروها وانتدبوا عليها للحصول على المواد الخام ونفط وغيرها. وبالتالي هناك خطط لهم كانت نفذوها. الدولة العثمانية ربما استغلوا من قبل الألمان، ولكن أيضا حروب البلقان مع خسارتها وخسارة مصر بعد ذلك كل
يحتلها الحقيقة كانت تضعفها، وكانوا يريدون كعثمانيين أن يستعيدوا هذه الأراضي، ولذلك ربما دخلوا الحرب. نعم، هذه الحرب غيرت الكثير في عالمنا، وكانت ربما الخطوة الأولى اليوم من هذه الحرب العالمية الأولى. في دقيقة أستاذ نجم الدين، بقي تمام دقيقة واحدة، أعذرني جدا لذلك، كيف توصي الشباب بفهم وقراءة وإعادة قراءة الحرب العالمية الأولى؟ على ماذا يركزون فيها بواقع خبرتك وتخصصك في هذا المجال؟ لا يكفي أن نقول انتصر الطرف الفلاني أو انتصر الطرف الفلاني، علينا أن نقرأ المحطات التفصيلية، الجوانب الجزئية. بماذا توصي الشباب اليوم عندما يريد أن يقرأ عن الحرب العالمية الأولى؟ بماذا توصيه؟ أشكركم على هذه الفرصة، ورغم الوقت الضيق، ولكن أول شيء أقوله، أقول الحقيقة، أنا كمباحث ومؤرخ لهذه الحرب الحقيقة يجب علي أقول، أنا إنسان لا أحب الحرب أبدا، أنا أبحث فيها وأدرسها. الحقيقة هي سببت موت الملايين، فقط العثمانيون ربما خسروا على لوحدهم أقل أكثر من 3 ملايين إنسان، نتكلم عن حوالي 30 مليون إنسان قضوا في تلك الحرب العالمية الأولى. هناك درس واضح جدا، معلومة أولا على رأس كل شيء، المعلومة نعطيها لأجيالنا. تعرفون أن الدولة العثمانية ربما نجاحه كان أكثر شيء في الحرب العالمية، ولكن في الحروب، ولكن أيضا دون أو بعيدا عن الحرب كان له نجاحات. العمل على أساس المعلومة والتخطيط والرؤية الحقيقة مهم جدا، أن نحل الأزمات بالطرق السلمية مهم جدا أيضا دون اللجوء إلى الحروب. بكل تأكيد أتفق معك، وخلف هذه الطرق السلمية لابد أن يكون لديك قوة ردع حقيقية لتكون مانع وأيضا دعم لك على طاولة المفاوضات لتكون جديرا بنيل هذا. تفضل. عفوا أعتذر، شيء سريع جدا، أنا أشكركم جدا على هذه الفرصة الحقيقة. أنا ربما كل الناس الذين خسروا أرواحهم في تلك الحرب أترحم عليهم، أسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لهم وكل الناس الذين ماتوا من كل الشعوب في هذه الحرب العالمية الحقيقة، وتحديدا الذين خسرتهم الدولة العثمانية 3 مليون إنسان، حوالي 2 مليون إنسان عولجوا في المستشفيات، الملايين أيضا ربما كانت لديهم إعاقات معينة بعد الحرب. الحروب شيء سيء دائما، وربما للأسف يلجأ إليها السياسيون، لذلك أشكركم على هذه الفرصة تحديدا. ونحن نشكرك على ما أحضرته لنا من مواد تابعة للحرب العالمية الأولى ومن تلك الحقبة الزمنية، إضافة إلى المعلومات التي أثريتنا بها بوجودك معنا أستاذ نجم الدين نؤوس جيليك، عضو الهيئة الإدارية لجمعية مركز الأبحاث المعرفية لحروب تشانقال. شرفتنا بحضورك هنا في استوديوهات برنامج الألوان السبعة، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا. وأحبانا الأكارم، دائما المعرفة تقود إلى العلم وتقود إلى القوة، وننتقل سويا إلى الكاريكاتور. وزميلتنا وفاء اليعقوبي تنقلنا إلى عالم المسرح ضمن أجندة الفن والثقافة، وآخر المسرحيات التي تطرح في إسطنبول هذا الأسبوع. في أجندتنا الثقافية لهذا اليوم نقدم لكم جديد المسرحيات التي تحتضنها مسارح مدينة إسطنبول هذا الأسبوع. البداية بمسرحية ذروة الفوضى التي تتناول قصة 3 أشخاص يلتقون في غرفة فندق في زمان ومكان غير معروفين، لـ3 قوة خارقة ونقطة اختلاف واحدة. ما هو أساس القوة؟ هل هو المال أم العلم أم السلطة؟ مسرحيتنا الثانية تحمل اسم الأدعية الخالدة، وهي مستوحاة من رواية تونا كيريميتشي التي تحمل نفس الاسم. تروي المسرحية القدر المشترك لامرأة وحيدة نجت من الحرب العالمية الثانية، وفتاة تحاول أن تجد طريقها في عالمنا اليوم. تلتقي الاثنتان في مدينة أوروبية وتربطهما صداقة كبيرة. مسرحيتنا الأخيرة تحمل اسماً غريباً، الحب أصابع قدمه، وهي مستوحاة من رواية عمر سيف الدين الذي يعد من أبرز شخصيات الأدب التركي. ترد أحداث القصة في بداية القرن 19 بالدولة العثمانية، حيث يعيش بهلول حياة مرفهة مع زوجته آثر وابنته أسماء، إلا أن لقاء هذه الأخيرة بشاب فقير اسمه حسن روحي سيقلب الأمور رأساً على عقب.
وبعد النجاحات التي تحققت فعليا في الفيلم السينمائي ألعاب الجوع بجزئيه الأول والثاني، نحن نتطرق إلى الجزء الثالث الذي بات يعرض تحت عنوان الطائر الساخر. صالة السينما في تركيا بدأت بعرض الفيلم وسط حضور كبير من محبي هذه السلسلة من الأفلام السينمائية، وزميلتنا وفاء اليعقوبي تطلعنا على التفاصيل. فيلمنا السينمائي لهذا اليوم والذي بدأ عرضه في دور السينما التركي هذا الأسبوع هو الجزء الثالث من فيلم الهوليودي الطائر الساخر. بعد علمه بتدمير بيته الموجود في المنطقة رقم 12، يعود كاتناس إفردان من رحلته ليكتشف الأسباب الكامنة وراء الظلم الواقع في بلدته، حيث غدا الناس يعيشون تحت الأرض ويقاومون السياسة الظالمة للحكومة. على الرغم من رفضه في البداية الاشتراك في حركة تمردية خوفا على بيتا ميرالك، إلا أنه وفي ظل تفاقم الوضع يقرر إفردان برفقة أصدقائه مواجهة الظلام والدفاع عن سكان البلدة. أخرج الجزء الثالث من سلسلة ألعاب الجوع فرانسيس لورنس، ومثل أدوار البطولة جينيفر لورنس وجوش هوتشرسون. مهرجان البوسفور الدولي للأفلام منصة ثقافية للرقي بالإنتاج السينمائي التركي والعالمي. تفاصيل أكثر بعد قليل في الألوان السبع. وزميلتنا رشيدة الفطماوي تنقلنا الآن إلى جامعة كوتش التي احتضنت نشاطا تعريفيا بمملكة هامة في العهد البرونزي، مملكة ألالاخ، واحدة من الممالك التي لعبت دورا مهما في تاريخ البشرية في تلك الحقبة. والآن عروض مصورة وموسوعة معرفية تبسط أمام الجميع للتعرف على الحفريات التي تمت في تلك المنطقة. إلى تقرير زميلتنا رشيدة الفطماوي من جامعة كوتش. احتضنت جامعة كوتش عرض المحفوظات البصرية من الحفريات التي أجريت بين الأعوام ما بين 1936 إلى 1939، وكذلك أعوام ما بين 1946 إلى 1949 تحت عنوان المملكة المنسية وعلم الآثار وصور ألالاخ. تم عرض الصور الفوتوغرافية من الحفريات التي أجراها السير ليونارد وولي عالم الآثار البريطاني. ركز المعرض على الحقبة البرونزية، أي في السنوات 2000 و1300 قبل الميلاد في منطقة شرق المتوسط، والتي تمثل حالياً مدينة حطاي. كما تم عرض كذلك نصوص الطبقة السابعة من ألالاخ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن السابع عشر قبل الميلاد، فهناك آثار تشير إلى رحلات ملك ألالاخ ونص مؤرخ بالسنة التي حدث فيها زواج ملكي، تلك السنة التي اختار فيها أميتاكو ملك ألالاخ ابنة حاكم إبلا زوجة لابنه. فلكونها واحدة من المراكز الهامة في الشرق الأدنى في العصر البرونزي، فإن ألالاخ القديمة كانت عاصمة عالمية، فقد احتوت على البيانات المهمة عن الأناضول والشرق الأدنى وشرق البحر الأبيض المتوسط خلال العصر البرونزي، أي ما بين سنتي 2000 و1300 قبل الميلاد. هذا المعرض قدم لنا الصور من مختلف مواسم التنقيب، وقدم نظرة مقارنة في التاريخ ومنهجية علم الآثار خلال القرنين العشرين والواحد والعشرين. ويبدو من المصادر التاريخية القديمة أن مدينة حطاي كان لها شأن سياسي وتجاري كبير في تاريخ الممالك القديمة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك في النصف الثاني من 1000 قبل الميلاد.
لقد استمر دعم جامعة كوتش للحفريات التي تخص مملكة ألالاخ القديمة، وهي تعتبر واحدة من أكبر مشاريع الحفر الأثري العلمي بتركيا. مهرجان البوسفور الدولي للأفلام واحد من الأوجه التفاعلية في عالم السينما في تركيا، ولكنه صورة من صور، بمعنى أنه يتعاول في مجال تخصصي من مجالات العطاء السينمائي. وهذه المهرجانات برغم وفرتها إلا أنها تمثل طابعا مميزا من طبائع العمل الإبداعي والابتكاري في تحفيز الجانب السينمائي. اسمحوا لنا هنا أن نستضيف في برنامج الألوان السبعة عضو لجنة التحكيم وواحد من كبار المخرجين في العالم السينمائي التركي، يشرفنا بالحضور هنا الأستاذ سمير أصلان يوريك. أهلا وسهلا بك معنا في الألوان السبعة. سعداء بوجودكم معنا أستاذنا الكريم، وسعداء أيضا بحديثك معنا باللغة العربية. وأحبائنا الأكارم، نشاهد أولا المهرجان الدولي للبوسفور في عالم الأفلام السينمائية. انطلق مهرجان البوسفور للأفلام الذي نظمت النسخة الثانية منه هذا العام في الفترة ما بين 24 و28 من تشرين الثاني نوفمبر من قبل جمعية البوسفور الدولية للسينما ومعهد إسطنبول للإعلام. ويعد تنظيم مهرجان البوسفور للأفلام في الذكرى المئة للسينما التركية ما زال من اهتمام محبي السينما للمهرجان. ويستهدف المهرجان المساهمة في تطوير الأفلام السينمائية الحائزة على كمالية أخلاقية وجمالية وتقنية في تركيا والعالم. ومن بين أهداف المهرجان كذلك توفير الدعم المادي والمعنوي في إنتاج المنتجين والمخرجين الشباب للأفلام الجديدة. ويتم تنظيم المهرجان بهويته الدولية لأجل تعريف السينما التركية في تركيا وخارجها. المهرجان الذي افتتح بقاعة جمال رشيد راي للحفلات يوم 14 من تشرين الثاني نوفمبر باشتراك محبي السينما، يجمع المتفرجين بالأفلام في القاعات السينمائية في القسم الأوروبي والآسيوي لإسطنبول. وفي المهرجان تم عرض زهاء 285 فيلما في كل الفئات ضمن برنامج المهرجان الذي نال اهتماما كبيرا من قبل منتجي الأفلام القصيرة كما كان في العام الماضي. الأفلام التي تم تقييمها في فئتين مختلفتين وهي الخيال والوثائقيات ستلتقي مع المتفرجين في القاعات السينمائية أطلس وماجستيك والطارق ظفر وطنايا ومركز بغلار باشي. نجدد الترحيب بالأستاذ سمير أصلان يوريك عضو لجنة التحكيم في مهرجان البوسفور الدولي الثاني للأفلام. بداية أستاذنا الكريم، أعطينا نظرة حقيقية على هذا المهرجان، ما هي طبيعة هذا المهرجان؟ ما هي مميزاته؟ هو مهرجان أولا يختلف عن كثير مهرجانات يعني، وأصلا هذا ما رايح أقول أنا إنه هذا رد فعل على المهرجانات الثانية في تركيا أو في العالم، لا ليس رد فعل، بينما الشعور بالنقص بعدة أمور. جميل. لأنه المهرجانات لما خاصة مهرجانات الأفلام القصيرة، بتعرف حضرتك الفيلم القصير ليس له مجال تجاري يعني. صحيح. لا يباع، مجال التسويق نعم ضعيف. رغم ذلك مهم جدا فيلم القصير، يعطي يعني صورة موجزة ولكن فيه فحوى، أكيد فيه مادة. صحيح أكيد، بس المشكلة الأساسية أنا من رأيي طبعا، ما عم بحكي باسم المهرجان بأكثر أنه أنا برأيي، أنا صار لي تقريبا 25 سنة أنا أدرس في جامعة مرمرة، أدرس الإخراج السينمائي والدراماتورجي يعني سيناريو والمونتاج بشكل عام، يعني مر كثير من عندي من تدريسي يعني طلاب، وهلا موجودين عم ينتجوا افلام طويله وتجاريه وفنيه والى اخره. المشكله الاساسيه انه هذا السينما الفن السينمائي الى اين ذاهب؟ الهدف الخاص به. نعم. جميل. نعم يعني لانه
أصبحت الأفلام السينمائية من رأيي الخاص كمان تشوه الحقائق بنفس الوقت، صارت تتجه إلى أمور ليس لها علاقة بالضمير الإنسان وبالواقع الاجتماعي والحياة والنهضة والتنمية. صحيح، يعني والأفلام أكثر أحيان مثلا أنا مو من زمان، يعني السنة الماضية شاهدت أفلام قصيرة للطلاب. أنا مخرج سينمائي ودرس السينما من 24 من 25 سنة، شاهدت الفيلم وما فهمت شيء، أبدا ما فهمت شيء، فسألت المخرج شو يقص هذا الفيلم؟ قال لا شيء. إذن قلت له ليش؟ لماذا تفعله بالدرجة الأولى؟ لماذا تفعل هذا الفيلم؟ ماذا سأفهم أنا من هذا العمل يعني؟ قال جميل. ما لازم تفهم شيء. هكذا فلسفة يعني. فلسفة خاصة. يعني لما تقول ما لا يفهم؟ نعم. قال ولما لا تفهمون ما يقال. نعم. نعم. أستاذ الكريم، يعني بواقع خبراتك، وكثير أنا أشدد على هذه النقطة، بواقع الخبرة التراكمية الموجودة عندك وبواقع كثير من المنتجين اليوم في الساحة الفنية هم تلامذتك وتلامذة يعني أساتذة كبار من أمثالك، أهمية تفاعل الشباب مع عنصر السينما كيف تقرأها على هامش هذا المؤتمر؟ في اتجاهين، والمشكلة هذا مو اختيار من قبل الشباب، هذا يعني الشبيبة أجبرت تتبع يا أما هذا الاتجاه يا أما هذا الاتجاه، اتجاهين بشكل عام بشكل أساسي. هو اتجاه السينما التجارية، يعني أنا بدي أعمل فيلم أساس يباع بغض النظر عن القيم، لا يهم شو عم بحكي فيه، إنه الناس لازم تضحك أو تبكي أو أي شيء، وفارغ من أي شيء، فيه حقيقة فيه كذب إنسانية وكذا والآخرية. أيوة هذا لا يهم، أنا أفهم هذا الشيء، يعني خلاص موجود هذا الشيء، والسينما بدها فلوس. صحيح. إيه، ولذلك خلاص هذا اتجاه سينمائي. اتجاه الآخر، اتجاه الآخر الفن، يعني ما يسموه بين قوسين، شايف كيف؟ الفن القيمي. الفن، أيوة الفن القيمي والفن الرسالي، صاحب أيوة. الهدف والرسالة. أيوة، ولكن فارغ من أي شيء. حتى هو. أيوة، فارغ من أي شيء. صحيح. ليش؟ لأنه الفن لازم بشكل أو بآخر لازم يقص شيء، يعني إذا ما نعمل حي الله شيء، يعني شيء فني، والناس لازم تفهم منه شيء وتأخذ منه شيء وتستذوق فيه، لازم تستفيد منه يعني كمان. بكل تأكيد. شايف كيف؟ إيه. فنحن هلا كل مبادرتنا ان هذا الخطين ان نوجدهم ندمجهم مع بعض. جميل. يعني هلا اذا كانت الفكره الفنيه هي العلاج، فالعلاج لا مر مشان نبلعه، شو لازم نعمل؟ لازم نغلفه بسكر او بشيء. جميل. شايف كيف؟ فانا من رايي هذا الشيء الصح. يعني هنا أستاذ الكريم يأتي دوركم أنتم في لجان التحكيم حتى تقولوا هذا جيد هذا سيء، هذا يمكن أن يعرض هذا لا يمكن، هذا فيه قيمة هذا ليس فيه قيمة، هذا فيلم تجاري هذا فيلم قيمي. دور لجان التحكيم وأهمية العدالة في دورها هون المشكلة، لأنه لجان التحكيم تختار من ناس ليس لها علاقة في الفن. جميل. كل أحد يأتي بمعارفه. أيوة، يأتوا من مثلا مانيكين عارضة أزياء جميل حلوة مشهورة، يحضرونها لجنة التحكيم. لجنة التحكيم، أي إنسان شوي يعني معروف أو مشهور أو كذا، طيب هذا لا يمكن أن يكون لجنة التحكيم أصلا. أكيد. عادلة. أولا لجنة التحكيم لازم تكون من ناس مختصة وصار لها زمان في هذا العمل تعمل، ولازم يكون عندها ضمير، لازم يكون عندها ضمير، لازم يحكي من ضميره، ما لازم يميز ابدا. جميل. وهنا العداله مطلوبه، العداله بمعنى أكيد. ان يكون عنده خبره وان يكون عادلا في حكمه، لا ان يعرف هذا طالبي وهذا فلان وهذا فلان بالتالي اميل اليه. نحن نتحدث عن 280 فيلم. راي انا اعطيك مثل تفضل. انا راجعت من شان اخذ دعم من هولندا من روتردام، اخذ دعم سيناريو، تميت شي 6-7 سنوات ارسل لهم مواضيع ما في جواب او لا يقبل. أنا واثق وكل تركيا إجمالا يعرفون، يمكن ما في بتركيا من يكتب علي سيناريو يعني
أكيد، والمواضيع كلها جميلة وإنسانية وفيها قيمة، وفيها قيمة وكل شيء وموجود اللي يعني. ولكن لم يوافقوا من 7 سنوات. لا يوافقون. آخر شيء بس أنا ليش تميت أبعت؟ لأنه خلص فكر، أنا بعرف ليش ما عم بوافقوا يعني، وبعرف شو بدهم. ومن ثاني مرة أو ثالث مرة ممكن كنت أخذ مساعدة، بس انتظرت. آخر شيء بعثت لهم قصة، وافقوا علي وبدوا يعطوني دعم ودعوني لهناك. بعدين كتبت لهم رسالة ورفضت. شو الموضوع؟ قصة أرمنية. هذا يدعمونه. قصة أرمنية هون في تركيا. أنا مو ضد الأرمن، بالعكس. صحيح. أنا أخ لكل الشعوب، أنا أخ لكل النباتات. وكمخرج لابد أن تكون حيادي. أبداً أبداً، أنا إنسان وأحب البشر كله، وأنا أدافع عن الناس اللي حطهم إذا ضدي، أنا أدافع عن مصالحهم بنفس الوقت. أنا مجبور كون هيك، مفروض عليه يكون هيك يعني. كمخرج وأيضاً كمحكم. أكد أكيد بالتأكيد. فلذلك هون المسألة إذن معناتها في تمييز في كل مهرجانات العالم، وكل مهرجان يحتمي من قبل لوبي معين. جميل. ما بين كان وما بين غيرها وما بين جوائز إيمي، وخاصة كان، وخاصة كان. وهذا تصدير للممثلين، تصدير للمخرجين، تصدير للناس، صناعة وجوه إعلامية. اللعبة نعم. معروفة بكل تأكيد. نعم. في دقيقة واحدة أستاذ الكريم، أعذرني جدا وقتي ضيق، هل مثل هذه المهرجانات ستعزز من قيمة الفن السينمائي الريادي بوجهة نظرك؟ أعتقد من خلال تفاعل الشباب، أعتقد ووجود هيئة حكماء أنا عادلة ومنصفة. أنا باعتقادي يعني إذا هذا المهرجان استطعنا استمرينا فيه أكيد بده يكون رد فعل إيجابي، وكما قلت بالبداية هذا يعني يزيل هذا النقص الموجود في الواقع اللي كنا عم نحكي عنه. وإذا استمر هذا المهرجان أكيد بده يكون له صدى كبير جميل بكل العالم يعني. وأنا بدوري أشكرك جدا الأستاذ سمير أصلان يوريك، المخرج السينمائي المشهور وأيضا عضو لجنة التحكيم في هذا المهرجان. نتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى من الشباب حقيقة أن يقدموا الإبداع في ثوب مغلف من الحكمة، بمعنى لا يكفي أن تكون مبدعا، عليك أن تكون قيميا، لا يكفي أن تكون قيميا، عليك أن تغلف هذه القيمة أيضا بثوب من الإبداع. وهنا بعد شكر ضيفنا الكريم أحبائنا الأكارم، اسمحوا لنا أن نتوجه سويا إلى عالم الكاريكاتور. اليوم انتهت أجندتنا ومجلتنا مع حضراتكم أحبائنا الأكارم، على أمل اللقيا بكم غدا في مجلة معرفية جديدة نبسطها بين أيديكم. هذا نزال الحرباوي يهديكم أطيب المنى حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.